تبدأ غدا مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا في القاهرة حول سد النهضة الإثيوبي بحضور الخبراء وممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي. يأتي هذا الاجتماع تمهيدا لإجراء الدراسات لتحديد تأثيرات إنشاء السد الإثيوبي على مصر والسودان. وكان سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن أن رئيس الوزراء الإثيوبي هالي مريم ديسالين قد أوضح خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك أن الأمر يتعلق بالحكومة الجديدة الجاري تشكيلها في إثيوبيا والخطوات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي بشكل عاجل وسريع.